أهلا بكم من جديد. سيطرت ميليشيا الوحدات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي على مدينة تل رفعت الاستراتيجية في ريف حلب الشمالي، جاء ذلك بعد عدة أيام من القصف الروسي على المدينة وبعد تمكن الميليشيات من قطع طريق إعزاز تل رفعت. أعلنت عدة فصائل ثورية في ريف حلب مبايعتها لأبو جابر الشيخ كقائد لها، وكان أبو جابر الشيخ قائدا سابقا لحركة إحرار الشام. نتابع. كالرعد يسمع دوي هذه الصواريخ الروسية وهي تتساقط على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وكالبرق تمر هذه الصواريخ لتنتهي بكتل من الدخان وكثير من الدمار والدماء. هذا القصف تكرر على مدار أيام عديدة فيما كانت ميليشيا الوحدات الكردية تحشد قواتها على الطريق بين عزاز وتل رفعت، ومع أن القصف التركي حال دون سيطرة الميليشيات الكردية على مدينة عزاز إلا أن هذه الميليشيات تمكنت من دخول مدينة تل رفعت والسيطرة عليها بعد مقاومة عنيفة أبداها ثوار المدينة هناك. مدينة تل رفعت تعد المدينة الثالثة الاستراتيجية في ريف حلب الشمالي بعد مدينتي مارع وعزاز، وهي أحد المدن التي كانت تشكل معقلا رئيسا للثوار، وقد سبق السيطرة عليها تمكن الميليشيات الكردية من قطع الطريق الثاني لعزاز حلب، فضلا عن السيطرة على مدينة عين دقنة الواقعة إلى الشمال من تل رفعت. وبهذا تضيق مناطق نفوذ الثوار على حساب تمدد قوات الأسد وميليشياته الشيعية والكردية، ويبدو أن الدعوات التي وجهها أهل حلب بتوحد الثوار قد لاقت آذانا صاغية أخيرا، وذلك بعد مبايعة عدد من الفصائل الثورية لأبو جابر الشيخ القائد السابق لحركة أحرار الشام الإسلامية فيما أسموها بيعة قتال. ومن الفصائل المبايعة حركة نور الدين زنكي وتجمع فاستقم كما أمرت وصقور الجبل ولواء السلطان مراد. فهل تشكل هذه البيعة نقلة نوعية لصالح الثوار في جبهة تحالف فيها جميع أعدائهم ضدهم من الأرض ومن السماء؟ أناقش هذا الملف مع سيادة العميد أحمد رحال محلل عسكري واستراتيجي ضيفي من اسطنبول، ومن غازي عنتاب حسن النيفي الكاتب السياسي، وعبر الهاتف خالد أبو المجد مراسلنا من علب. أهلا بك خالد، أبدأ معك. آخر التطورات العسكرية بعد السيطرة على تل رفعت. أهلا وسهلا بك عامر وللسادة المشاهدين. نعم، قبل ساعات انسحب الثوار من مدينة تل رفعت وكذلك من كفرناية صباح اليوم ومن بلدة مسقان وبلدة أحرس. طبعا اضطروا للانسحاب من هذه البقعة الجغرافية في ريف حلب الشمالي لأنهم يعني الفصائل هناك أنهكت وعسكريا، ويعني القصف الهستيري من قبل طائرات عدوان الروسي التي آزرت بشكل كبير ما يسمى بالوحدات الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية وكذلك قوات الأسد، يعني تقاسموا المنطقة بشكل يعني قوات النظام تقدم إلى مسقان وأحرس، والوحدات الكردية سيطرت على كفرناية وإلى تل رفعت. طيب، هل هناك تقدم من تل رفعت إلى إعزاز خالد؟ حتى الآن يعني المعركة توقفت عند مدينة تل رفعت ويعني محيطها. الآن الأنظار تتوجه إلى مدينة مارع وكذلك إلى قرية الشيخ عيسى، هاتين القريتين المتبقيتين، عفوا قرية الشيخ عيسى ومدينة مارع هم يعني من تبقوا في ريف حلب الشمالي ما عدا مدينة عزاز. الآن يعني لربما الساعات حتى الصباح ستكون هذه الساعات هي الحاسمة، يعني إما أن يكون للثوار كلمتهم في العودة إلى مدينة تل رفعت، أو أما سيكون وضع الثوار محرج لأن يعني تكشفت خطوط الإمداد إلى مدينة مارع، ومدينة مارع هي بالأساس محاصرة من ثلاث جهات من قبل تنظيم الدولة، والآن يعني سيزيد عليهم حصار وهو من ناح الوحدات الكردية التي سيطرت على مدينة تل رفعت وباتت ترصد جميع الخطوط إلى مدينة الشيخ عيسى، إلى قرية الشيخ عيسى ومن ثم إلى مدينة مارك. شكرا لك خالد أبو المجد مراسلنا من حلب على كل هذه الأخبار الجديدة التي أود أن أستمع إلى قراءة عسكرية من سيادة العميد الرحال. مساء الخير. يعني صحيح أن الأرض أو أن الصراع الآن والمعارك تدور على أرض سورية، لكننا أمام معركة روسية تركية.
تركيا التي تذكر أخي عامر منذ حوالي أسبوعين تحدثنا في هذا البرنامج وقلنا تركيا ترددت كثيرا خلال السنوات الماضية والآن تدفع ثمن أخطائها في هذا التردد. تركيا كان لديها فرص الكثيرة لتتحرك لكنها أبت واستمرت في الصمت ووقعت ووصلت إلى ما هي عليه الآن. الآن روسيا أمام هدف استراتيجي واضح، هي تريد كامل حلب، هي تريد وصلها مع العاصمة دمشق، وتريد وصول إلى الحدود السورية التركية وقطع خطوط الإمداد كاملة، قطع أي تواصل للأتراك مع السوار، إقامة دولة كردية. وما زلنا أمام تركيا التي تنادي بمنطقة آمنة أو تنادي بضرب بعض فصائل الكردية الانفصالية أو جيش السوار، وبالتالي تركيا خسرت جبل التركمان كاملة وخسرت حاضنتها. اليوم دولة الكردية أصبحت أمر واقع، إذا ما استمر هذا الزحف الوصول إلى إعزاز معبر باب السلامة أصبح النظام على مسافة 600 كيلومتر من الحدود التركية. فلتنتظر تركيا عشرات العمليات الإرهابية في الداخل التركي بعد أن يصل النظام. نحن الآن أمام واقع، الولايات المتحدة الأمريكية هي من أسقطت ترفعت لم تسقط بسلاح روسي ولم تسقط بسلاح إيراني، بل سقطت بالسلاح الأمريكي الذي أمدته للقوات السورية الديمقراطية وللبايدي ولجيش الغد دار وليس جيش السوار، سقطت بيد السلاح الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية التي تصمت حتى الآن عن كل هذا القصف، 10 مشافي اليوم تدمر. إذن نحن أمام مؤامرة دولية، مؤامرة الجميع يشترك فيها، والشعب السوري يدفع فواتير الدم نتيجة هذه الحصارات ونتيجة هذه المؤامرات ونتيجة هذا التكتل، داعش من طرف والأكراد من طرف وجيش الغدار من طرف وميليشيات النظام وحلفائه من طرف والطيران يدمر. ونلتقي لكي تخرج علينا ميركل لتقول على تركيا أن تكون موطنا مؤقتا للسوريين، وعلى الغرب يناشد تركيا بأن لا تطلق عشرات القذائف توقف فيها تقدم الأكراد. إذا نحن أمام مؤامرة. لا أعتقد أن التحالف اليوم أو التواصل مع البيعة لأخونا أبو يحيى قد يفيد. المساحة تنحسر، الجغرافيا تقل، لم يعد المقاتلين بحاجة إلى كسرى. نحن أمام معركة جوية تستنزف الجميع، تحرق الأرض، وبالتالي خسارتنا لتل رفعت لم تكن لقلة رجال، لم تكن لقلة عتاد، بل خسرناها لأن الضربات الجوية لم تترك مكان إلا دمرته. وبالتالي لا أعتقد أن هذا التوحد قد يقدم الشيء الكثير، ولكن يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه كما يقال. طب سأستمع ربما الأستاذ حسن نيف له وجهة نظر مغايرة سيادة العميد، حتى لو كانت ممكن من ناحية سياسية، حول المبايع لأبو جابر الشيخ قائدا لها في ريف حلب لعدد من هذه الفصائل. هل من الممكن أن ينجي، أن يعيد تل رفعت؟ مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين. مساء النور. على ضوء المشهد الميداني الذي بدأت أحداثه تتوالى بسرعة، أعتقد أن معظم الاستراتيجيات باتت واضحة ولم تعد بحاجة إلى المزيد من التأويل. إذ تمكنت روسيا منذ أن شنت عدوانها البغيض على الشعب الروسي منذ 5 أشهر وارتكبت من خلاله أبشع الجرائم وأقذرها بحق الشعب السوري ومارست حرب الأرض المحروقة، تمكنت من جعل النظام يتقدم ويحرز تقدما على أكثر من موقع، وفي استمرارها لاستهداف المدنيين والتنكيل بالشعب الروسي وبالجيش الحر، استغلت قوات الحماية الكردية هذه المظلة القذرة الروسية وبدأت تزحف نحو تحقيق مزيد من التقدم على الأرض في مسعى واضح نحو مؤازرة النظام. الثوار الآن يقاتلون على 3 محاور، يقاتلون داعش من الشرق، ويقاتلون النظام الذي بدأ يزحف من الجنوب، ويقاتلون قوات حماية الشعب الكردي من جهة الغرب. كل هذا يجري في ظل رضا دولي وخاصة أمريكي واضح. لا أكتفي بكلمة رضا، بل أقول هناك اتفاق روسي أمريكي على محاربة أو على القضاء على القوى العاملة من أجل التغيير في سوريا. هم طيب يعني هل تتوقع طيب أستاذ حسن ماشي أستاذ حسن، هل تتوقع بأن ما تقوم به روسيا الآن والولايات المتحدة الأمريكية هي فقط لفرض مقعد على طاولة المفاوضات، هذا إن حدثت في جنيف، لحزب للأكراد الذي كان تطالب في روسيا؟
هم الطرفان متفقون، روسيا والأمريكان، على القضاء على المعارضة السورية التي تسعى للتغيير الوطني الديمقراطي. هم يريدون القضاء على المشروع الوطني الديمقراطي في سوريا. هم لا يتعرضون للقوى الإرهابية. الآن الطيران الروسي منذ أن بدأ عدوانه منذ 5 أشهر لم يتعرض لا لداعش ولا لغيرها من القوى الإرهابية. هو يستهدف الجيش الحر. طيب ماشي. أيضا هناك الحكومات الغربية هي ذاتها ربما تتفق مع الأمريكان، هي لا تريد أن تتعامل مع القوى ذات الخيار الديمقراطي، هي تفضل التعامل مع القوى المستبدة، وهذه هي الخطة التي يتفقون عليها. رأينا منذ يوم يوجه الفرنسيون ويوجه الأمريكان نداء إلى تركيا لتكف عن ضرب الأفراد، بينما أستاذ حسن لم يوجهوا ولا نداء ولا احتجاج لروسيا التي استهدفت الشعب السوري منذ 5 أشهر. لا، هي للأمانة وجهوا لروسيا أن تتوقف عن هذه الأعمال، وفي جنيف تحدثوا هذا الحديث، لكن هذا لا يكفي. لكن سيادة العميد، طيب منذ يومين والمدفعية التركية تقوم بقصف بالمدفعية على المواقع للميليشيات الكردية، لكن لا يوجد هناك أي نتيجة إيجابية على الأرض. أنت تحدثت بأنه يجب أن يكون هناك تدخل تركي. طيب ماذا لو كان هناك اتفاق بأنه آخر حد تذهب إليه الميليشيات الكردية هي عزاز، وهو ما طالبت به اليوم تركيا كخط أحمر؟ يعني أولا تعقيبا على ما تحدثت فيه بالمداخل الأولى، أنا لست ضد التوحد، ولا يمكن لسوري عاقل أن يكون ضد التوحد. بالطبع نحن مع أي حركة توحيدية تحت ستار أو تحت راية الشعب السوري وتحت راية أهداف الثورة السورية. نعم. هذه نقطة. ولكن أخي عامر، يعني خلينا نكون واضحين شوي. اليوم ميديفيديف كان واضح بكلامه بالأمس، واليوم التصريحات اللي أعطاها عرى آخر ورقة توت على الموقف الروسي. وصف السوار جميعهم بأنهم مجموعة لصوص وإرهابيين، وأن روسيا لن توقف القصف ولن توقف القتال إن كانت هناك مفاوضات أو لم تكن. وأنا أقول لك منذ الآن لن تكون هناك أي طاولة مفاوضات بعد السيطرة على الشمال السوري، لن تكون مفاوضات إلا عبر الطائرات الروسية. لذلك أنا أقول الآن يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه إن كان عبر تركيا مفردة أو عبر السعودية وتركيا. لديكم الآن بوابة للدخول، بعد أن تغلق بوابة كلس لا يمكن الدخول، لا يمكن العبور، لا توجد واسطة اتصال مع السوار. سيكون هناك حزام ونطاق أمان كردي ما بين فصائل الثورة وبين تركيا بعرض ما أقل من 50 إلى 60 كيلومتر، وبالتالي لن يكون هناك أي تواصل. سيكون هناك حصار يمتد من الحدود التركية وحتى حمص وتضييق على كل السوار. بقيت المنطقة الممتدة ما بين جبل التركمان وريف حلب الغربي، تلك المنطقة عمقها لا يتعدى 20-30 كيلومتر وطولها لا يتعدى 70 كيلومتر، ومن استطاع أن يسيطر على 600 كيلومتر من الحسكة حتى عفرين قادر على وصل جبل التركمان بريف حلب الغربي. وبالتالي نصبح بحمص أخرى، سوريا كلها تعيد مأساة حمص. لذلك على تركيا التدخل. يعني عندنا مثل شعبي بيقول إذا طعميت شبع وإذا ضربت وجع. قذائف مدفعية وقذائف متبعثرة هنا وهناك لن تفيد ولن تضر الأكراد ولن تؤثر على الأكراد. كل القصف التركي ودخلوا على تل رفعت، كل القصف التركي والقوات الكردية ما تزال في منيخ ومطار منيخ. إذن يجب أن تكون هناك خطوة أمام الأمن القومي التركي. أنا لا أتحدث عن الثورة السورية، أنا أتحدث عن الأمن القومي التركي. تفضل. نعم تفضل تفضل، أنهي ما تود الحديث عنه سيادة العميد. أمام الأمن القومي التركي لا حدود ولا خطوط حمراء ولا قرار أمريكي ولا قرار غربي ولا أحد يستطيع. موسكو تحركت تبعد عن سوريا 2500 كيلومتر، تقول أنها أتت للدفاع عن أمنها القومي. بس يا أستاذ سيادة العميد، سيادة العميد، بالمقابل هناك ضغوط ماشي. هي الحق بها صحيح، لكن هناك ضغوط دولية تدرك ذلك على تركيا، هناك تداعيات داخلية على تركيا، هناك خوف من الأكراد داخل تركيا، هناك خوف من العلويين داخل تركيا، هناك أيضا ضغوطات دولية على تركيا. لكن هو يعني لم يبقى لدينا أي نقطة لنقاش حقيقة الآن، حتى نرى السيناريوهات العسكرية المتوقعة مقابل تركيا. اسمح لي أن أشكرك سيادة العميد أحمد رحال، محلل عسكري استراتيجي من اسطنبول، ومن غازي عنتاب لضيفي الكاتب السياسي حسن النيفي. أيها الأفاضل، ألقاكم يوم الغد بذات التوقيت، فإلى حين دمتم بخير. السلام عليكم.